في ظل تزايد توافد الطلاب الوافدين لجمهورية مصر العربية، أصبحت جامعة المنصورة مؤخراً الوجهة الأولى للطلاب من مختلف قارات العالم وعدد الثقافات، يستقبلون بكل حب والعمل الدؤوب من طرف فريق كبير من الكفاءات العالية متعددة الاختصاص من إدارة ونادي الطلاب الوافدين. يشرف عليه ويقوده الدكتور أحمد أنور العدل، وتديره الأستاذة سحر محمد العراقي، وللفريق دور كبير كالدعم والتسهيل والتنسيق التعليمي وللخدمات الأكاديمية المتعددة وتنفيذ العديد من الأنشطة ومختلف الفعاليات ليكون الطالب في الظروف والبيئة الجامعية المثالية للإبداع والتميز وأن يكون خير سفيرا لبلاده. We are now so privileged to welcome to the stage the General Supervisor of Expatriate Administration, Dr. Ahmed Anwar Al-Adl, فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور محمد عطية البنيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، السيد الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، السادة المستشارين الثقافيين والملحقين الثقافيين للدول المشاركة، السادة عمداء وكلاء الكليات، السادة قيادات الجهاز الإداري، زملائي منسقي مكاتب الوافدين بالكليات، طلابنا الأعزاء وضيوفنا الكرام، أهلا بحضراتكم في اللقاء التعريفي للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة. سأسألكم برزنتيشن. أول جامعة حكومية معتمدة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وده كان عام 2022. أما عن التصنيفات فجامعة المنصورة من عام لآخر بتشهد تقدماً ملحوظ في التصنيفات العالمية، فحسب تصنيف تايمز البريطاني جاءت جامعة المنصورة من أفضل جامعة على أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وجاءت على تصنيف الثاني محلياً في مصر. أما عن تصنيف شنغهاي وهي واحدة من أهم وأقوى التصنيفات العالمية، فزي ما حضراتكم شايفين جامعة المنصورة من عام لآخر بتشهد تقدم ملحوظ في هذا التصنيف، لتصل أن تكون ضمن أفضل 700 جامعة على مستوى العالم. يمكن جامعة المنصورة حققت العديد من المراكز الأولى في العديد من التخصصات منها تكنولوجيا الاتصالات والطب الإلكترونيكي. أما عن تصنيف US News الأمريكي فجامعة المنصورة تقدمت 30 مرتبة وتصبح في المركز 447 عالميا والثامنة على مستوى إفريقيا. أما عن إدارة الوافدين فجامعة المنصورة اهتمت بإنشاء إدارة للوافدين بتهتم بشؤون الطلاب وإنهاء إجراءاتهم وأيضا العمل على حل كافة المشكلات التي يواجهها الطلاب الوافدين. ويتفرع من إدارة الوافدين مجموعة من مكاتب الطلاب الوافدين اللي أيضا بيقوموا بدور كبير جدا مع الطلاب، طبعا قائم على هذه المكاتب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس اللي بحب أشكرهم جدا على دعمهم وتواصلهم الفعال مع الطلاب. أما عن خدمات الطلاب الوافدين فجامعة المنصورة بتقدم العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، وكما هو معلوم لحضراتكم ان دلوقتي التقديم اصبح على او الكترونيا على منصه ادرك في مصر، لذلك جامعه المنصوره اهتمت بانشاء لجنه تختص بمساعده والتقديم للطلاب الوافدين. يمكن احنا هذا العام قدرنا ان احنا نقدم لاكثر من 300 طالب وافد على منصه ادرك في مصر. اما عن خدمات التسكين فايضا جامعه المنصوره بتقدم خدمه التسكين بتساعد الطالب الوافد ان هو يحصل على سكن اما في المدن الجامعيه المميزه داخل جامعه المنصوره، وايضا بتساعد الطالب على السكن خارج الجامعه. بالنسبه للرعايه الطبيه فجامعه المنصوره طبعا بتقدم رعايه طبيه متميزه
ومجانية للطلاب الوافدين، وده بيكون من خلال مستشفى الطلبة الجامعي، وأيضا الطالب يحصل على الرعاية الطبية داخل المراكز الطبية المتخصصة داخل الجامعة. وحابب أشير نقطة مهمة جدا في الرعاية الطبية، يمكن في خلال أزمة كورونا جامعة المنصورة كانت هي الجامعة الوحيدة في مصر اللي أتاحت لقاح كورونا للطلاب الوافدين بشكل مجاني، وده كان بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية. أما عن نادي الوافدين فطبعاً جامعة المنصورة تعتبر من الجامعات الرائدة لإنشاء نادي خاص بالطلاب الوافدين، طبعاً بيقدم العديد من الأنشطة، ويمكن الأنشطة دي هدفها الأساسي هو دمج الطالب الوافد داخل مجتمع الجامعة وتقليل الإحساس بالانفراد داخل جامعة المنصورة. طبعاً نادي الوافدين بيصدر بطاقات عضوية من خلالها الطالب بيقدر إن هو يستفيد من خدمات نادي النيل جامعة المنصورة وأيضا القرية الأولمبية بالجامعة. طبعا مختلف الأنشطة اللي احنا بنقدمها، النشاط الاجتماعي والرحلات طبعا بيقام بشكل دوري رحلات داخل مصر لتعريف الطلاب الوافدين بالمعالم السياحية المصرية، وطبعا تقريب الطلاب من بعضهم، وطبعا الرحلات غالبيتها بيكون رحلات كلها مجانية. طبعا زي ما انتم شايفين في بعض صور الطلاب الوافدين اثناء الرحلات اللي احنا بنقدمها. ايضا في النشاط الاجتماعي بنكون حريصين جدا على تقديم التهنئه للطلاب الحاصلين على الماجستير وعلى الدكتوراه، بنقدم لهم التهنئه طبعا كان داخل قاعه المناقشه وايضا على الصفحات الرسميه الخاصه بجامعه المنصوره. ايضا ضبط الوافدين بيشارك الطلاب الوافدين في حفلات تخرجهم، وكمان بيساعد الطلاب على تنظيم هذا النوع من الحفلات. كمان بنكون حريصين على مشاركه الطلاب الوافدين المناسبات الدينيه وايضا المناسبات الوطنيه، ويمكن بيقام بشكل دوري افطار جماعي في شهر رمضان الكريم، طبعا بيشارك فيه عدد كبير جدا من الطلاب الوافدين، وايضا زي ما حضراتكم شايفين الاحتفال باليوم الوطني لبعض الدول الخاصه بالطلاب. في النشاط الثقافي ايضا بنقدم طبعا مجموعه كبيره جدا من الانشطه الثقافيه والامسيات الشعريه والمسابقات الفنيه وغيرها من الحاجات طبعا اللي الطلاب الوافدين بيحبوها او بيهتموا بيها. كمان جامعة المنصورة في مارس السابق قدمت طبعا او نظمت يوم الشعوب، وده كان بمشاركة 46 دولة من طلاب جامعة المنصورة، قدموا خلالها مجموعة من العروض الفنية، وايضا كان هناك الخيمة التراثية، وطبعا الطلاب الوافدين قدموا لوحة فنية رائعة، وطبعا امتزجت الثقافة العربية مع الثقافة الآسيوية والثقافة الإفريقية مع الثقافة المصرية، وكان حقيقي يوم جميل جدا من تنظيم الطلاب الوافدين. دي طبعا بعض الصور من الحدث أو يوم الشعوب. أما عن النشاط الرياضي فطبعا بنكون حريصين أيضا ان احنا نقدم مجموعه من البطولات الرياضيه في مختلف الالعاب. يمكن احنا حاليا بيقام كاس رئيس جامعه المنصوره، وان شاء الله النهائي بتاعه هيقام قريبا باذن الله. طبعا بيكون متشارك منتخبات الطلاب هم اللي بيمثلوها طبعا. طبعا كمان الطلاب الوافدين بيكون مسموح ليهم طبعا الاستفاده من المعسكر الدائم بمدينه جمصة، ودي طبعا مدينه ساحليه، والمعسكر ده بيكون تابع لجامعه المنصوره. كمان جامعه المنصوره بتنظم ملتقيات يوميه للطلاب الوافدين، يمكن نظمنا ملتقى الصداقه الدولي الاول، وده كان بمشاركه 600 طالب وافد من مختلف الجامعات الحكوميه والاهليه والخاصه، وطبعا تم خلال هذا الملتقى عقد مجموعه من الندوات والامسيات، وايضا تم في خلال هذا الاسبوع افتتاح الخيمه التراثيه للطلاب الوافدين. طبعا بنكون حريصين ايضا على اصدار او بشكل سنوي ان احنا نصدر تقرير الطالب الوافد، اللي من خلاله الطالب الوافد بيقدر يتعرف على
الخدمات اللي تقدمها جامعة المنصورة للطلاب الوافدين وأيضا البرامج التعليمية المستحدثة داخل الجامعة. طبعا بيتم إصدار نسخة خاصة بطلاب الدراسات العليا ونسخة خاصة بطلاب البكالوريوس والليسانس. طبعا بيكون كمان إلكتروني. كمان جامعة المنصورة أنشأت الحضانة الدولية طبعا لطلاب لأبناء الطلاب الوافدين عشان طبعا تقدر تساعدهم على يعني سهولة الدراسة ورعاية طبعا أبناء هؤلاء الطلاب. كمان جامعة المنصورة من خلال مندوبها الدائم لمصلحة الجوازات طبعا بتتابع الطلاب الوافدين وما يتعلق طبعا بإصدار القنوات الخاصة بيهم، وطبعا تقدروا تتواصلوا مع مندوبنا أستاذ عمرو فضل. طبعا جامعة المنصورة أيضا استحدثت موبايل أبليكيشن خاص بالطلاب الوافدين بيقدم طبعا مجموعة من الخدمات، ويمكن في كمان أيكون أبليكيشن من خلالها الطالب يقدر يوصل لأي خدمات أو أي مكان هو حابب يوصله داخل جامعة المنصورة. كمان بيجيله نوتيفيكيشن على الموبايل أبليكيشن بحيث إن هو يقدر يتعرف على أخبار إدارة الوافدين وأيضا الأنشطة وكيفية المشاركة في هذه الأنشطة. طبعا ده الكيو ار كود الخاص بالموبايل ابلكيشن. كمان اداره الوافدين دايما بتكون حريصه في التواصل مع سفارات دول الطلاب المختلفه طبعا لبحث اوضاع الطلاب والعمل على طبعا تيسير امور الطلاب وحل اي مشكلات بتواجه الطلاب، وايضا تعريف السفارات بكل جديد بتقدمه جامعه المنصوره. أنا حابب أشكر طبعاً سفارات الدول المختلفة على مجهودهم ودعمهم ورعايتهم لأبنائهم في الطلاب الحقيقي، شكراً لحضراتكم. طبعاً طلابنا الأعزاء تقدروا تعرفوا كل أخبار إدارة الوافدين أو أخبار الطلاب الوافدين من خلال الصفحة الرسمية لطلاب الوافدين بالجامعة وأيضاً الجروب الرسمي لإدارة الوافدين على صفحة الفيسبوك. طبعاً لزيادة التواصل والتفاعل جامعة المنصورة لديها ممثل لكل جالية تبع لكل جالية داخل جامعة المنصورة، طبعا ده بيكون من اختيار الطلاب، وحقيقي هما بيقوموا بدور كبير جدا ودور فعال في التواصل مع زملائهم وزيادة المشاركة الطلابية داخل الجامعة. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين ممثلي الجاليات من مختلف الجنسيات. طبعاً كل هذه العوامل اللي احنا ذكرناها أو كل ما ذكرناها هو نتاج منظومة متكاملة داخل جامعة المنصورة تعمل بجهد كبير جداً أدت لأن يكون في جامعة المنصورة الآن أكثر من 13 ألف طالب وافد من 56 جنسية. لذلك أنا حابب أتوجه بخالص الشكر لقيادات جامعة المنصورة متمثلة في السيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة. شكرا لحضرتك معالي الرئيس على كل ما تقدموه من جهد كبير للطلاب الوافدين وعنايتكم بالطلاب الوافدين، حقيقي متشكرين جدا لحضرتك. كما اتوجه بخالص الشكر للاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب على دعم حضرتك دائما لابناء الطلاب الوافدين. كما اتوجه بخالص الشكر للاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، وايضا اتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور طارق جلوش نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، وأتمنى لحضرتك وتمنيات لحضرتك بإذن الله بالتوفيق. طبعاً في البداية في النهاية أنا حابب يعني أوجه شكري طبعاً للسادة المحققين الثقافيين وممثلي السفارات الذين شرفونا بالحضور، دكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، دكتور محمد العبادي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية اليمن بالقاهرة، دكتور منصور الخدلان المرشد الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، دكتور عبد الرحمن الرجعان المرشد الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، دكتور اسماعيل الهادي عبيد المرشد الثقافي والاكاديمي بسفاره دوله ليبيا بالقاهره،
دكتور سليم التلولي مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة. شكرا لحضراتكم على تشريفكم ودعمكم الدائم. ايضا اتوجه بخالص الشكر الى كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، الاداره العامه لرعايه الطلاب بقياده الاستاذ احمد العشري مدير رعايه الطلاب، اداره العلاقات العامه بالجامعه بقياده الاستاذ طارق صلاح، اداره المؤتمرات للجامعه بقياده الدكتور محمد تاج، وايضا الشكر الكبير الى كتيبه العمل باداره الوافدين. شكرا على مجهوداتكم الكبيره، واخص ايضا بالشكر الاستاذه سحر العراقي، شكرا على المجهودات الكبيره استاذه سحر الحديث لنجاح منظومه الطلاب الوافدين ليس بهذا اليوم فقط ولكن على مر السنوات او مر سنوات عملك في اداره الوافدين. شكرا لحضرتك استاذه سحر. طلابنا الاعزاء، تمنياتي لكم بالتوفيق وباعوام سعيده داخل جامعه المنصوره ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.